بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. معنا اليوم الدكتور فيصل زلامة، رئيس الجمعية العربية الكندية في مانيتوبا، سيحدثنا حول الحملة التي تقوم بها الجمعية بخصوص التطعيم لفيروس كورونا. دكتور فيصل تفضل. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى كل أفراد الجالية في مانيتوبا، إن شاء الله تكونوا بخير أنتم وعيالكم، في صحتكم، في شغلكم وبالبيت. كما تعرفوا حكومة مانيتوبا وضعت برنامج لتشجيع ولحث الجاليات كلها للتطعيم ضد الكوفيد، التطعيم الثاني، وربما حتى يحكيوا على تطعيم ثالث. فإحنا كجمعية عربية دخلنا في البرنامج الحكومي وعملنا وضعنا برنامج محدد لتحفيز أعضاء جاليتنا العرب، سواء في وينيبيغ أو خارج وينيبيغ في الأماكن ربما الريفية، حتى نشجعهم على أخذ التطعيم. طيب ليش أخذ التطعيم؟ طبعا هو القبول بأخذ التطعيم ضد الكورونا والكوفيد 19 هو قرار شخصي، هي حرية شخصية صح، ولكنها القرار عنده انعكاسات على الكوميونتي، على المجموعة، على الشعب بصفة عامة. ولو تشوفوا القرارات متاع الحكومة الفيدرالية أو المقاطعة، الإنسان حتى يكون مقبول في الدراسة الجامعية لازم يكون مطعم، لازم يكون عنده هذا الباسبورت متاع التطعيم، حتى يقدم على شغل لازم يتحصل على التطعيم. البارح يعني احنا اليوم يوم الخميس 29 سبتمبر، البارح رئاسة الحكومة في كندا حذرت أنه اللي ما يكونش عنده تطعيم فول فاكسينيشن، التطعيم الكامل، حتى التنقل بين المقاطعات بخلاف السفر إلى خارج كندا سيكون صعب. فبالتالي احنا كجالية عربية ما أعتقد أنه عنا أو يوجد في موانع للتطعيم، التطعيم لصحتنا ولكن لحفظ صحة الغير. احنا ما يمكن بقرار شخصي ان نضع الاخرين في خطر، فللدراسة، لصحتنا، للشغل، للمشاركة الفعالة والمجدية في المجتمع الكندي ومجتمع مانيتوبا لازم نحث بعضنا على التطعيم. الجمعية العربية اللي دخلت اندرجت في هذا البرنامج الحكومي، وضعنا برنامج من معلقات ومش يكون في تدخلات لكل أعضاء الجالية حتى يفسروا من الناحية الدينية، من الناحية الأخلاقية، أنه كعرب ما عندنا موانع للتطعيم. وإن شاء الله أنا كرئيس جمعية في آخر الأسبوع مش نتنقل للخارج وينيبيغ ومش نحث كل العرب وكل جاليتنا باختلافاتها نشجعها على التطعيم. عندنا برنامج، تابعوا القناة اليوتيوب، تابعوا السوشيال ميديا متاع الجمعية العربية، وفي كل المعلومات وين يمكن التطعيم، كيف الإمكان الحصول على المعلومات الضرورية، والجمعية العربية وإداراتها ومكتب إدارتها تحت طلبكم في أي تساؤل وأي مساعدة. فالتوفيق بالله، وما تأخروش عن التطعيم، وأن نكونوا إيجابيين في المجتمع اللي احنا نعيش فيه. فلذلك أنا أدعوكم بكل تلقائية وبكل محبة وكل مصلحة، لأنه مصلحتنا ومصلحتكم موجودة، أنه تكمن في أنه نتطعم كلنا ونكونوا إيجابيين مع الحملة متاع الحكومة. وشكر لكم، وإن شاء الله يمكن في تسجيلات مقبلة إن شاء الله. دكتور فيصل، أنا شفت الإحصائيات، الحمد لله أنه التطعيم عمال بيزيد ويقترب من 80%، الحمد لله. ونسبة الإصابات قلت جدا، لدرجة في يومين ما كانش فيهم إصابات. فإذا وصلنا إلى أعلى نسبة ستكون الحياة عادية، ولن نعود بحاجة إلى قيود السفر وقيود المطاعم وقيود الأعمال وما يحد من حركتنا. شكرا لك على هذا اللقاء، بارك الله فيك، ونلتقي ثانية إن شاء الله. الشكر موصول لك سمير، وإلى اللقاء إن شاء الله. شكرا.